اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره نجم الكبير كابتن احمد عادل. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي كابتن اسلام. ازيك يا حبيبي؟ ربنا يخليك. وسعيد جدا وانا موجود مع حضرتك. ربنا يخليك. الدنيا عامله ايه؟ والله زي الفل. عامل ايه في الحر ده؟ في الساحل. في الساحل؟ بتعوم؟ مع الولاد وكده. البحر والولاد احلى حاجه اليومين دول، مش عايزين غير بحر فقط لا غير. ما دي الفتره الوحيده اللي انت بتفصل فيها في الصيف. معظم الوقت بقضيه مع اولادي يعني، فاريح لهم ان هم بيقعدوا بعد الدراسه في الساحل فمعهم. وخلاص بقى. تمام كده. طيب ربنا يعني يكرمك بيهم ويكرمهم بيك يا رب. احمد خليني ابدا معاك كالعاده، الموسم التاريخي اللي عامله النادي الاهلي حتى الان الحقيقه، وخمس بطولات في 8 9 شهور الحقيقه. موسم انتهى بحلو ما فيهوش مره الحقيقه، حتى يعني الحمد لله ربنا كرمنا في كل المباريات. فبالتالي كيف ترى هذا الموسم التاريخي الحقيقه وما به من انجازات تاريخيه؟ أكيد يا كابتن، على مدار السنين الأخيرة أنا بقول إن ده دايما موسم استثنائي كجيل حالي موجود داخل النادي الأهلي من اللعيبة، زائد أنا بشوف النادي الأهلي كسب مدير فني ذكي جدا ذو خبرات كبيرة جدا. بشوف إن هو حقق العلامة الكاملة على مدار الموسم، راجل بيحرز كل البطولات مع جيل حالي، بشوف من أحسن الأجيال على مدار تاريخ النادي الأهلي، زائد انجازات كبيره تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي وتوفير الاستقرار داخل النادي مع بعض القرارات. انا بشوف ان هي بتضيف على مدار الموسم، قرارات مجلس الاداره بتضيف للجهاز الفني والجهاز الفني واللعيبه على ما اعتقد، مع التجديد لبعض اللعيبه مع استقطاب بعض اللعيبه اللي بتضيف لسكواد النادي الاهلي. اعتقد ان موسم استثنائي اللي يحسب لكل المنظومه بشكل عام. استقطاب اللاعبين بداية من إمام عاشور ثم رضا سليم، شايف الصفقتين دول إزاي والأهلي محتاج إيه خلال الفترة؟ إحنا عارفين إن الأهلي يعني بيتقال إن هو عايز مهاجم مثلا. أكيد يا كابتن إسلام، يحسب للمجلس الإدارة بالجهاز الفني وحتى توفير الاستقرار، إن أنت بتحافظ على القوام الأساسي للنادي الأهلي مع التدعيم في بعض المراكز اللي محتاجها المدير الفني، وده دايما اللي بتكلم عليه مع مجلس اداره النادي الاهلي، ان هو بيوفر كل سبل امكانيات البطوله للراجل مع متطلباته. يعني في حاله رحيل حمدي فتحي جه امام عاشور ان هو بيحل محل او نفس البوزيشن، التغيير البسيط اللي بيحصل في بعض المراكز ده بيدل على استقرار كبير للجهاز الفني، وخصوصا انت بتتكلم في موسم استثنائي احرزه فيه كل البطولات، فمهم جدا ان انت تحافظ على القوام الاساسي للفرقه، وده حصل مع التدعيم زي ما قلنا بصفقة إمام عاشور أو رضا سليم، أكيد هيبقى إضافة للفريق، ودي متطلبات المدير الفني دي اللي بيوفرها مجلس إدارة للجهاز أكيد. الفرق الكبيرة دايما بيبقى محتاجة، يعني دايما لما كان يجي لعيب يقول لك أصله لا، هو مش معنى أن يجي لعيب أن اللعيب اللي جه مكانه هو وحش، ولكن أنت دايما بتبقى في الفرق الكبيرة محتاج إضافات بسبب عدد المباريات الأكتر، عدد البطولات الأكتر اللي بتشترك فيها، وجود معظم اللعيبة في المنتخب الوطني، وبالتالي أنت دايما بتحتاج للعيبة جديدة. أكيد يا كابتن إسلام، زي ما حضرتك بتقول في الفرق الكبيرة مهم جدا في كل مركز يبقى 2 أو 3 لعيبة. مظبوط. يحلوا محل، أنت عارف النادي الأهلي بيشارك في 5 أو 6 بطولات على مدار الموسم، يبقى عندك حالات إصابات. برضه البطولات كترت يا أحمد عن زمان. البطولات كترت، وأنت النادي الأهلي بتوصل فاينل وبتلعب وبتكسب فاينل، يعني أنت بتلعب طول البطولة، بتلعب 16 مباراة أو 18 مباراة على مدار كل بطولة، فمع تلاحم المباريات مهم جدا يبقى عندك سكواد 25 لعيب، ان هم في اي مركز اللعيب اللي بينزل بيقدر يشارك ويؤدي الدور اللي عليه وزياده، ودي فعلا مميزات مستر كولر، ان انت لما بتغير اي لعيب ما بتلاقيش سيستم اللعب بيتغير، لكن سيستم اللعب هو واحد مع تغيير طرق اللعب. مهم جدا يبقى ال 25 لعيب عندهم ملكه ان هم يستوعبوا شغل الراجل مع تنفيذ بعض التعليمات، وده اللي بيقدر يوفروا الجهاز الفني للعيبه، واللعيبه فعلا بيبقى عندها الاستيعاب ده ومساعدين الراجل بشكل كبير جدا. عايز اسالك عن كولر تحديدا قبل سان داونز وبعد سان داونز، ايه الفرق؟ في الشخصيه. الشخصيه بمعنى ايه؟ هل لحق اتعلم مثلا، عرف الشكل؟ خلي بالك اول سنه ليه في افريقيا او اول مره ليه في افريقيا من المدربين الاوروبيين اللي اول مره حتى يجي للمنطقه العربيه، وبالتالي كان تحدي كبير بالنسبه له. أكيد يا كابتن إسلام، مهم جدا مدير فني يبقى عنده دوافع كبيرة جدا تتناسب مع
سياسه النادي، ودي اللي الراجل قدر يستغلها، وخصوصا زي ما بقول لحضرتك الاجواء والمناسبه بالنسبه له، ان هو واخد كل سبل امكانيات البطوله، ان هو مريح اللعيبه بشكل كبير جدا، اعاد الثقه لبعض اللعيبه فرقت بشكل كبير جدا، واهمها مفاتيح لعب النادي الاهلي انا بشوف من اهمهم كان بيرسي تاو وحسين الشحات، استعادوا مستواهم بشكل كبير جدا، وده اللي فرق معاهم الراجل مع عوده كهربا، والراجل مديله كل الاريحيه وكل الثقه ان هو يرجع برغم الضغوط كلها اللي كانت عليه. دي مميزات الراجل، ان هو حتى غير طريقه اللعب من 4 2 3 1 الطريقه المعتاده لاغلب فرق الدوري ل 4 3 3 مع بعض المهام الهجوميه اللي كان بيديها لما كان حمدي فتحي موجود، بيديها ان هو يعمل الزياده العدديه ورا خط الفرود، وده اللي الراجل بيقدر يشتغل عليه بشكل كبير جدا مع اي تغيير، حتى ما كان بينزل قفشه او بعض اللعيبه لما بتبقى فيها تغييره بتقدر تأدي الدور، وده الراجل مدي الاريحيه لكل اللعيبه، كل مفاتيح اللعب مع فوقان دايما اللي بتكلم عليه علي معلول، ومن اهم مفاتيح اللعب مع استعاده محمد هاني لمستواه على مدار انا بشوف ان 28 مباراه و 29 مباراه بنفس المستوى، فرق معاه بشكل كبير جدا. محمد هاني الحقيقه مستوى رائع، هايل يا كابتن اسلام. واللي ضاف كمان لهاني ان هو بقى عنده صفه القائد، يعني القائد داخل الملعب بقى مع قوه الشخصيه، ده اللي استعد بشكل كبير جدا. زي ما بتكلم دايما على فريق النادي الاهلي، انت عندك 7 أو 8 مفاتيح لعب مش متوفرين في اي فريق مع احترامي على مستوى افريقيا او على مستوى محلي، اهم 8 مفاتيح لعب على مستوى افريقيا بيقدر يستغلهم الراجل مع تغيير بعض المراكز من اللعيبه اللي بتنزل بتضيف للفريق، فده كل الاسباب دي اكيد هتلاقي بطوله في الاخر اكيد. اسباب سر او سر نجاح المدرسه السويسريه كده كابتن، الاريحيه في اللعب، يعني اريحيه في اللعب، الراجل مدي زي ما بقول لحضرتك مدي الاريحيه لكل اللعيبه، في مدير فني مهم جدا ان انت تنفذ تعليماته وما بيدكش حته الابتكار، يعني انت كلاعب ما بيدكش حته الابتكار، بيبقى عايز يسيطر عليك في جميع او في كل حالات اللعب، لكن الراجل سايب كل اللعيبه تلعب براحتها مع الالتزام، الالتزام بالتكتيك اللي داخل الملعب، مع الالتزام بالمركز داخل الملعب، ودي كان من اهم اهم الاسباب اللي الراجل بيشتغل عليها طول الموسم، ان كله بيلتزم بمركزه، حته ان كله بيبقى لازم يبقى تحت الكوره، ودي كانت مهمه جدا، تقارب الخطوط كل الخطوط مع بعض، الحاله التنظيميه، حته الترحيل، دي كل الراجل دي على مدار الموسم ده اللي شفته شغال عليها بشكل كبير جدا، واللعيبه مساعداه اكيد بشكل كبير جدا في حته تنفيذ طريقه اللعب. طيب كيف ترى طريقه اللعب اللي بيلعب بيها مستر كولر؟ هل بتختلف باختلاف البطولات؟ هو لعب في بطولات كثيرة، كاس مصر، دوري، سوبر من مباراة واحدة، فبالتالي هل بتختلف الدوري، دوري أبطال أفريقيا؟ أكيد هي أقوى بطولة، هي أقوى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأنا بشوف إن الراجل الثبات على التشكيل أو الثبات على القوام الأساسي أو الثبات على طريقة اللعب، دايماً الراجل بينزل بيفرض أسلوب لعب، ودي اللي كانت السنين اللي فاتت غايبة عن النادي الأهلي، إن مهم جداً ان انت كمدير فني تعرف ان قيمه النادي الاهلي، صحيح. سواء بتلعب داخل الملعب او خارج الملعب، سواء مع فريق صغير او فريق كبير، مهم جدا ان انت تفرض اسلوب لعبك من اول دقيقه، طريقه اللعبه ما بتتغيرش، مهم جدا يبقى عندك مفاتيح لعب كتير جدا، حته الترحيل او الزياده العدديه زي ما قلت لحضرتك كان بيعملها حمدي فتحي، دي كانت جديده عن النادي الاهلي وما كانتش موجوده، مع الارتداد السريع، ودي ملكه مش عند اي لعيب، يمكن الراجل توظيف جديد لحمدي فتحي وهو بيلعب رقم 8 باللي هي بوكس تو بوكس واثنين ديفندر، وبيعمل الارتداد السريع ده على نص الملعب، بيرجع يلعب 3 تاني في نص الملعب، فدي كانت من مميزات الراجل اللي اضاف للتشكيل بشكل كبير جدا، هي طريقه اللعب دي لما بيلعب 4 3 3 مع الزياده العدديه اللي بيعملها حمدي فتحي والارتداد السريع لنص الملعب، اعتقد ان دي هيأديها وممكن افضل شويه هو امام عاشور. بعض التغييرات اللي في قطاع كرة القدم اخرها الحقيقه بعد دكتور احمد ابو عبله، كابتن سيد عبد الحفيظ، تعيين كابتن خالد بيبو، حتى الان لسه لم يتم تعيين دكتور الفريق، ولكن في الايام القادمه سيتم تعيين الدكتور. من وجهه نظرك كيف ترى هذه التغييرات في ظل وجود سياسه دائما في النادي الاهلي؟ دائما يا كابتن اسلام مفيش مشاكل، كله بيأدي دوره، لا خلاف على طبعا دور كابتن سيد عبد الحفيظ الفتره الاخيره، تحقيق العلامه الكامله مع الجهاز الفني، كيفيه الفرد ان هو ازاي يسيطر على اوضه لبس النادي الاهلي، الانتظام اللعيبه كلها، احترام اللعيبه للمدير الكوره او المدير الفني، مش هتلاقي مشاكل كتير جدا داخل اوضه اللبس، ده بيرجع وكنا بنشيد دايما
على طول الفترة الأخيرة لما بطلع في أي حتة لازم بشيد بدور الكابتن سيد عبد الحفيظ وكيفية السيطرة على أوضة اللبس. يمكن دي من أهم المميزات اللي بيتميز بها كابتن سيد. لكن خلاص من وجهة نظر المجلس الإدارة ودايما الأسباب دي بتخص مجلس الإدارة. لسه كنت هسألك في هذا الأمر لأنه الحقيقة يعني أنا قعدت أراجع حاجات كتيرة جدا قبل ما أطلع النهاردة. السنين اللي فاتت لما تم اتخاذ قرار بانه اربع لاعبين من الاسماء الكبيره جدا في 92 93 على ما اتذكر، كابتن علاء ميهوب، كابتن ربيع ياسين، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن محمود صالح، هذا الرباعي، ولم يتم اعلان اسباب حتى لو كانت الاسباب واضحه للبعض، ولكن دائما النادي الاهلي بيحتفظ لنفسه بالاسباب داخل الغرف المغلقه. يعني ممكن جدا يكون الكابتن خطيب وكابتن حسام غالي وكابتن رضا وكابتن زكريا ناصف وكابتن محسن صالح وهم قاعدين مع الكابتن سيد اتكلموا معاه في بعض الاسباب الخاصه بهذا الامر، وسواء هم او الكابتن سيد ما حدش فيهم هيطلع يتكلم في مثل هذه الامور، عمري ما شفتها يعني قبل كده. على الرغم ان انا اصل انا بلاقي انتقادات شديده جدا لبعض الناس تتكلم تقول لك ايه، وانا متاكد ان هم ما بيشجعوش النادي الاهلي او ما بيحبوش النادي الاهلي او ما يعرفوش النادي الاهلي، هم يقول لك ايه انتوا ما بتقولوش عن الاسباب. طب ما مين اللي ما حدش بيقول؟ طيب امتى حصلت ان حد ما تقولش ان فكرني سر النجاح النادي الاهلي. اوكي، سر نجاح النادي الاهلي هي اسبابه تخصه هو في بعض القرارات، سواء استقطاب بعض اللعيبه، سواء قرارات في الجهاز الفني، سواء في قرارات في الجهاز الاداري، دي ما يخص مجلس الاداره والكابتن سيد بالاخص. والاسباب مش هتطلع بره، اسباب سلبيه، اسباب ايجابيه، مجلس الاداره مش هيطلعها. انا بشوف ان القرار الفتره دي هو قوه مجلس الاداره، ان انت بتاخد قرار وانت زي ما بنقول موسم استثنائي، تاخد قرار بالكابتن سيد. لو مجلس اداره ضعيف او مجلس اداره كان ممكن من سنتين لما الاهلي ما خدش دوري ولا خد كاس كان ممكن ياخد بعض القرارات، كله كان هيروح في صف مجلس الاداره. لكن لا مؤخرا حتى في ماتش 5-2 انت اتغلبت من سان داونز كان ممكن جدا يمشي احمد عادل، يبقى احمد عادل اللي شال الليله، ولكن التفكير برافو عليك طبعًا. يعني انت قلتها قبل ما انا اقولها طبعا يعني دايما معروفه. مجلس اداره النادي الاهلي على مدار العصور بيعرف يحمي لعيبته كويس، بيعرف يحمي اداريينه كويس، بيعرف أبنائه. يحمي الكوادر بتاعته كويس، بيعرف يحمي ابنائه كويس. مش اللي هو مجلس اداره بيرمي الكوره في ملعب الجمهور او بيرمي الكوره صحيح. في ملعب الشارع حتى برافو عليك. لا دي قوه شخصيه من مجلس اداره ان هو بياخد في التوقيت وانت محقق كل حاجه، لكن الاسباب تخص كابتن سيد، اسباب تخص مجلس الاداره، ودايما الاسباب مش تطلع. ده اللي احنا اتربينا عليه داخل النادي الاهلي بالظبط، دي الاسباب مش تطلع بره مجلس اداره وبره كابتن سيد. لكن انا بشوف ان خلاص التوقيت المناسب هو ده، ان يحصل بعض التغيير، وفي بعض الاوقات يا كابتن اسلام التغيير مهم. التغيير مهم حقيقي للفتره القادمه، لكن بيجي كابتن خالد بيبو عنده ملك ان هو يسيطر على اوضه اللبس مع قوه شخصيه، مع كيفيه الاداره ادار القطاع بشكل كبير جدا، بنجاح كبير جدا. اتمنى التوفيق ليه، كل الدعم للكابتن خالد بيبو وبقيه الجهاز الفني ان هو يكمل مسيره بعد الكابتن سيد، ده اللي احنا متعودين عليه دايما. لكن دايما هقول ان الكابتن سيد عبد الحفيظ اكيد كان ادى دوره بشكل كبير جدا، وبشوف ان هو من اهم مديرين الكوره اللي مروا على تاريخ النادي الاهلي. بتكلم على كابتن ثابت البطل وكباتن القدام، لكن انا بشوف ان هو اسطوره في اداره الكوره. يمكن انا استفدت منه بشكل كبير جدا، حتى قبل ما اشتغلت في الاولمبي شويه كنت بقعد معاه بشكل كبير جدا، اضاف لي حتى على المستوى الاداري بشكل كبير جدا، واهمها حته الحكمه والسيطره على اوضه اللبس. اضافه كانت كبيره جدا للنادي الاهلي، واتمنى له التوفيق في اي مجال تاني او في اي حاجه هيخوض فيها. قيمه كبيره داخل النادي الاهلي ويظل ابن من ابناء النادي الاهلي. ولا تصح المقارنات. يعني ايه؟ يعني وجهه نظري ان ما ينفعش اقارن كابتن خالد طب هو عمل ايه لو كان كابتن سيد في الموقف. انا وجهه نظري لا، كابتن خالد له اعتقد يعني كابتن خالد انا عارفهم الاثنين كويس، الاثنين اخواتي، فكابتن خالد له اسلوب مختلف تماما عن كابتن سيد. كابتن سيد ممكن يكون يعني فاهم اللعبه قوي، فاهم الموضوع قوي، كابتن خالد نفس الكلام، ولكن عايز بقى يفرض سيطرته واسلوبه خلال الفتره اللي جايه، لانه قد يكون اسلوب مختلف، قد يكون اهدأ، قد يكون اكثر هدوءا مثلا. بص يا كابتن، انا ما بحبش المقارنات عموما دايما يعني. هتكلم في الحته دي، هنروح لاوضه اللبس. اكيد اللي هيساعد كابتن خالد بيبو زي ما كانوا مساعدين
كابتن سيد عبد الحفيظ، اللعيبه الكبير برافو عليك، اهمهم الشناوي كان موجود قبل كده قبل ما يمشي ايمن اشرف، افشه السوليه، قبلهم سعد سمير، علي معلول قبلهم سعد سمير، كابتن وليد سليمان، كل اللعيبه دي رحلت. النادي الاهلي خد بطولات، النادي الاهلي حقق انجازات، النادي الاهلي ما بيقفش على حد، لكن اللي بيساعد اي مدير كوره موجود او اي مدير فني حته احتواء، انا بقول احتواء اللعيبه الكبيره. لو نبي بلاش احتواء دي عشان انا بتضايق منها، احتواء دي عشان خاطر احتواء دي اصلها بتبقى صعب على ناس كتير، صعب على ناس كتير. فكيفيه ان اللعيبه الكبيره تسيطر على صحيح. على اوضه اللبس قبل حتى مدير الكوره، ممكن يكون حاصل مشكله اللعيبه الكبيره تسيطر عليه قبل ما توصل حتى لاوضه الجهاز. لا والحكمه هنا انت كمدير كوره ممكن تلاقي مشكله حصلت واللعيبه الكبيره سيطرت، فخلاص تخبر دماغك طبعا. كانك ما شفتش طبعا. دي حكمه على فكره، مش حاجه تانية. انا قلت لحضرتك كان من اهم الحاجات اللي أيوة. كابتن سيد شغال عليها. احكي لي الناس عايز تسمع. يعني هو قال لي مهم جدا وانت بتدير المنظومه بشكل عام يبقى عندك حكمه، امتى شد امتى ارخي امتى ادوس مع لعيب كبير امتى اعمل نفسي مش واخد بالي. هي دي ان انت تعمل نفسك مش واخد بالك، دي طريقه، دي اسلوب طبعا طبعا يا كابتن. اللي انت هتشد طول الوقت في لعيبه مش هتتقبل حقيقة. في لعيب كبير انا ما ينفعش اهينه قدام لعيب صغير، ف ده كده كده مفيش اهانه، ولكن ما ينفعش ان انا انتقده مثلا أقلل منه شويه، لكن ممكن في بعض الاوقات هيبقى بيني وبينه في الغرف المغلقه صحيح. ممكن هيبقى قدام اللعيبه، لا الموضوع كبير، هي ممكن الناس مستسهله الموضوع صحيح. شويه لكن انا بشوف ان الكابتن خالد بيبو اللي هيساعده اللعيبه الكبير، ومن اهمهم الشناوي والسوليه، اللعيبه اللي احنا اتكلمنا عليها، قفشه، علي معلول، هاني زي ما قلت لك بقوه شخصيته، اكيد كل اللعيبه دي هيساعدوا الكابتن خالد بيبو في تكميل المسيره. ودايما اي مشاكل بتحصل داخل اوضه اللبس هي داخل اوضه اللبس ما تطلعش بره، دي السياسه اللي داخل النادي الاهلي حقيقي. بما اننا بنتكلم عن هذا الامر، وليد سليمان، كابتن وليد سليمان ووجوده في رئاسه قطاع الناشئين بعد ما اشتغل 4 5 شهور كنائب لكابتن خالد بيبو او يمكن اكتر شويه، اكيد اضافه كبيره لقطاع الناشئين، وخصوصا ده اللي معودنا عليه النادي الاهلي، هو تحضير كوادر ان هي تاخد او تكمل مسيره زي مسيره الكابتن خالد بيبو في قطاع الناشئين. اكيد بلغه الكوره كده اكيد وليد سليمان شرب بشكل كبير جدا من كابتن خالد بيبو، وقعد فتره كبيره ان هو يعرف معاه عمالقه برضه خلي بالك، يعني كابتن بدر رجب وكابتن احمد ناجي يعني اسماء برضو اسماء كبيره اسماء كبيره بتضيف لقطاع النادي الاهلي صحيح. بتضيف لقطاع زائد بجد مع بعض الاسماء اللي حضرتك قلت عليها مع كابتن بدر رجب وكابتن ناجي اكيد هيضيفوا له بشكل كبير جدا في حته احتواء القطاع بشكل عام، ان هو يحط على النقط ايده على النقط السلبيه ان هو يحولها لنقط ايجابيه. فاتمنى وهتلاقي دايما اداره الكره في ظهره واقفه معاه وعايزه تعمل له علشان تكبره، وهذا هو الفارق الحقيقي. ان انا دايما لما ببص انا من وجهه مثلا كمسؤول من وجهه نظري ان انا اشوف ان احمد عادل ده كادر كويس فاديله تعالى اشتغل خد فرصتك، يعلمه يا كابتن مش مشكله بالظبط، ياخد كورسات في الاداره زي ما عمل وليد سليمان، خد كورسات في الاداره، خد كورسات صحيح. في التدريب حتى، ما ممكن الراجل بيدير بس خد كورسات في التدريب، حتى بعض الناس كانت مستغربه ازاي وليد سليمان بياخد مثلا الدوره ايه ساعتها هو بيلعب وهو بيلعب، لا هو كان واخدها من قبل كده من هو بيلعب، لكن مهم جدا ان انت تطور نفسك بشكل كبير صحيح. جدا، وده اللي شغال عليه وليد سليمان، بيساعده بشكل كبير جدا مجلس الاداره، مهم يديله الثقه لكن كامل الدعم لكل الناس. طيب انت كنت بتكلمني على اللاعبين الكبار، من ضمن هؤلاء اللاعبين وانا تحديدا انا توقفت على محمد هاني او عند محمد هاني، ليه؟ لان محمد هاني يعتبر كابتن النادي الاهلي في عدم وجود محمد الشناوي. محمد هاني من اللاعبين اللي تعرضوا لظلم كبير جدا جدا في وقت معين. هي محمد السنه دي زي ما انت قلت يا احمد رجع لمستواه مره اخرى، لدرجه ان هو اختير من رابطه الانديه المحترفه كافضل ظهير ايمن في هذا الموسم، وهو يستحق بالفعل ان يكون الافضل. بص كابتن، ممكن كان اي لعيب قبل الفتره اللي يتالق فيها هاني كان ممكن ما يستحملش الضغوط، ما يستحملش صحيح. النقد، لكن ده بيرجع لقوه الشخصيه، ده اللي مهم ان اي لعيب داخل النادي الاهلي ان هو يتحمل الضغوط، ولما بنقول يتحمل الضغوط تحمل الضغوط من انتقادات من جمهور من اعلام كل حاجه. فعلا هاني استغل الموضوع ده بشكل جيد ان هو قدر ان هو يتحمل الضغوط. صعبه جدا عليك ان انت تفضل ثابت على مستواك كابتن اسلام وانت معكش حد،
يعني وانت معكش حد ناحيه اليمين، كان خالد عبد الفتاح جه في الفتره الاخيره، كان ما قبل مع اصابه اكرم توفيق كان هاني بيلعب لوحده، لكن فعلا كان ثابت على مستواه. بقى عنده دوافع كبيره جدا، بقى عنده قوه شخصيه، وده فرق معاه بشكل كبير جدا. سد ودنه، ودي اللي يعني بأصر عليها مع اي لعيب داخل النادي الاهلي، انه مهم جدا ان انت تسد ودنك، تقفل على نفسك بشكل جيد، فده اكيد بيدي انطباع جيد في الملعب. ده بيدي مردود كويس في الملعب وانت بتأدي، وده اللي اشتغل. اعتقد ان هاني اشتغل عليه بشكل كبير جدا مع كل الانتقادات اللي تعرض لها، يمكن ما قبل التألق بتاعه. يمكن صعب جدا يا كابتن اسلام ان انت تقعد موسم كامل على نفس المستوى، ربنا يبعد عنه الاصابات. اعتقد ان هو يستحق اللقب دوت على مدار موسم كامل، واعتقد زي ما قلت هاني هيتألق، يبقى ان شاء الله هيبقى يكون اضافه لمنتخب مصر. اتمنى له التوفيق الفتره اللي جايه، فتره قدر يستغلها بشكل جيد وهو قدها، وجدير ان هو حتى يكون كابتن النادي الاهلي، ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي وعارف السياسه اللي موجود داخل النادي الاهلي. مع قوه شخصيته اكيد اضافه حتى للسكواد للنادي الاهلي، واكيد اضافه لمنتخب مصر. طيب الحقيقه محمد هاني يستحق كل التحيه وكل التقدير على موسم رائع. مجموعه من اللاعبين خرجوا من النادي الاهلي، ابرزهم الحقيقه ايمن اشرف، بقيه اللاعبين ايضا علي لطفي، بقيه اللاعبين اللي موجودين اسماء الحقيقه خرجت من الباب الكبير وخرجت من النادي الاهلي، ولكن تظل دائما موجوده في قلوب كل الاهلاويه. أكيد يا كابتن إسلام، أنا بشوف إنهم يعني بتتكلم على علي لطفي دايما الفترات، هقول بلغة الكرة راجل، راجل في الأوقات اللي كان بيطالب منه إن هو يبقى موجود، كان بيأدي الدور اللي عليه وأزيد، زائد إن كان علي لطفي كانت من ضمن اللعيبة الكبيرة، كان لها دور بارز داخل أوضة اللبس، وده أنا أعلمه بشكل جيد مع اللعيبة الكبيرة. صحيح. مش مهم جدا ان انا اشارك بصفة دايما، لكن مهم جدا يبقى ليا تأثير على كل اللي حوالين مني بشكل ايجابي، وده كان الدور اللي بيقوم بيه علي لطفي مع الدعم الكامل اللي كان بيعمله مع الشناوي. ودايما يا كابتن اسلام هنا الشناوي تألقه هيستمده من اللعيبة اللي بتتمرن معاه، يعني لو اللعيبة مش علي لطفي مش جامد، مصطفى شوبير مش جامد، حمزة علاء مش حارس مرمى، ممكن الشناوي ممكن يريح، لكن تألق الشناوي متألق تألق المجموعه اللي معاه، المجموعه اللي معاه بشكل كبير، سواء في التمرين او ان الشناوي ممكن يخاف على مركزه شويه، ان علي لطفي شادد او مصطفى شوبير شادد، فده دايما اللي مخلي الشناوي هو رقم واحد، وانا دايس وانا فهنا علي لطفي كان عليه دور بشكل كبير جدا ايجابي. اتمنى له التوفيق مع فريق زد، ويكون اضافه قويه، واكيد هيبقى اضافه قويه، خبرات كبيره جدا على مدار السنين الاخيره، اكيد هيضيف لنادي زد. زائد زي ما بنتكلم على علي لطفي بنتكلم على دور ايمن اشرف فيما قبل قلة المشاركة، وعلى مدار موسم ما كانش بيشارك، لكن كان ليه دور بارز داخل أوضة لبس النادي الأهلي، لعيب كبير استمد خبرات كبيرة جدا، أحرز أكبر عدد من البطولات. أنا بشوف إن أيمن من أهم كباتن النادي الأهلي على مدار التاريخ، وكان بيأدي الدور ده بشكل كبير جدا، ممكن ما يكونش بيشارك لكن كان عليه دور بشكل كبير جدا داخل أوضة لبس النادي الأهلي. أتمنى له التوفيق، وأكيد هيبقى إضافة لفريق البنك الأهلي. ايمن يستحق ان هو يبقى من اللعيبه الكبيره، كابتن من كباتن النادي الاهلي الكبار اللي اضاف للنادي الاهلي الكتير، سواء على المستوى الفني او على المستوى الاحترام والاخلاق. اتمنى له التوفيق، واكيد هيبقى اضافه. مشاهد حسين نفس الكلام مع زد برضو، يعني ما قعدش كتير في النادي الاهلي، ولكن زي ما قلت لك انا الحقيقه دايما بيبقى الموضوع ده بالنسبه لي مهم جدا، بنظر لكيفيه خروج اللاعب من النادي الاهلي، لانه الوقت ده بيبقى صعب جدا على اي حد. بص يا كابتن اسلام، مهم جدا ان انت تلعب، يعني في لعيبه ممكن تريح، يعني ممكن تقعد سنتين ثلاثه، انا خلاص ما بلعبش، انا كده كده قاعد داخل النادي الاهلي، لكن مهم جدا ان انت كلاعب او تحقيق ذاتك. في لعيبه بتشوفوا ان انا لا لازم اطلع واشارك والعب، ده بشوفه في شادي، يعني شادي كان صعب يقعد اكتر من كده، يعني مهم جدا ان انت تطلع تلعب وتتالق، زي ما شفنا حسام حسن لما طلع مع سموحه وتالق، مهم جدا ان انت تطلع تلعب، لان السنه في الكوره كابتن اسلام ما بترجعش تاني. لو هتقعد سنتين ثلاثة ما بتلعبش هتحس بملل، وده يأثر عليك نفسيا، لكن مهم جدا ان انت تطلع تلعب، مهم جدا يبقى عندك دوافع جديدة، ممكن تطلع وترجع النادي الاهلي تاني ما فيش مشكلة. اعتقد ان ده التوقيت المناسب لشادي والبعض اللعيبة اللي خرجت، مهم ان هي تطلع تلعب بعد فترة كبيرة ما بتشاركش لبعض الاسباب، لكن اتمنى التوفيق لشادي، وان هو من في اهم الفراوله قرار مدير فني اكيد بينك، يعني في حد بيبقى مبسوط مثلا لما يلاقي ايمن اشرف خارج الفريق؟ ايمن اشرف قيمه كبيره جدا سواء فنيه وراجل منتخب مصر بتاعه، ولكن هي في النهايه انا ساعات بستغرب جدا من المديرين الفنيين بيبقوا عندهم فكره في حد خلاص
هو خلاص مش هيشارك معايا فخلاص. فدي ما تقللش من قيمتك انت كلاعب خالص يعني خالص. ممكن هنا زي ما اتكلمنا على خلي بالك ما تقللش من قيمتك ومن جمهور الاهلي ومن يعني طبعا. انا في لعيبه كنت بشوفها تمشي من النادي الاهلي يطلع يقول لك اصل ده مش عارف ايه لا ايمن الحقيقه بيتكلم بمنتهى الاحترام طبعا زعلان ومتضايق وحقه لكن في النهايه بيتكلم بمنتهى الاحترام على النادي الاهلي على الكيان على هذا الامر ده الموضوع اللي بيخليني الحقيقه ابقى مبسوط. بص يا كابتن اسلام هنا برضو انا سمعت ايمن وهو بيتكلم يعني سمعت ايمن وهو بيتكلم على مباراه حرس الحدود خلاص اللعيب مشي من النادي الاهلي ومش موجود لكن بيقول لك مكالمه الكابتن الخطيب فرقت معايا يعني وشوف احتواء الكابتن الخطيب للعيب ماشي من النادي الاهلي ان هو بيكلمه بيقول له لا لازم تروح مع زمايلك ولازم تروح الاستاد فهنا كلها اسره واحده كلها صحيح. منظومه واحده كلنا صحيح. مجتمع واحد فهنا مكالمه كابتن خطيب تفرق مع ايمن اشرف في لعيب هيرحل عن النادي الاهلي لكن دي مكان ايمن اشرف نادي الاهلي بيته موجود في اي وقت زي ما قلنا كابتن من كباتن النادي الاهلي ومكالمه كابتن خطيب اكيد فرقت معاه بشكل كبير جدا وهو قال كده كويس فدي منظومه النادي الاهلي وده دي احترافيه النادي الاهلي اكيد. طيب خليني ناخدك لنقطتين مهمين، اولا ايه رايك في موضوع دوري المحترفين اللي اتحاد كره القدم عايز يطبقه؟ انت كان عندك تجربه مع ناديك الاصلي النادي الاولمبي ونادي الاصلي طبعا وحب عمري يعني النادي الاولمبي ده تجربه كمدير للكره فانت تقدر تكلمني اكتر عن هل من الممكن ان يتم تطبيق نظام دوري المحترفين خلال هذه الفتره؟ كان مهم يا كابتن جدا ان انت تطبق دوري محترفين يمكن اقول دي حاله مثلا النادي الاولمبي استفاد منها بشكل كبير جدا وهو نادينا طبعا زي ما حضرتك قلت لكن مهم جدا يبقى عندك دوري قوي بيكون داعم بشكل كبير جدا للدوري الممتاز هيبرز لك بعض اللعيبه وانا مش يعني مش هشوفه دوري اقل او مش هنقول عليه درجه ثانيه هو دوري مش اقل من الدوري الممتاز هيبرز لك بعض اللعيبه في اسماء كبيره برضو خلي بالك موجوده اكيد يا كابتن اسلام انا زي ما بقول لحضرتك اللعيبه لو تبص عليها في الدرجه الثانيه او هيبقى في انتظام بشكل كبير جدا تلعب على استادات تطبيق دوري محترفين مع حكام دوليين بتحكم المباريات دي مع انتظام البطوله اكيد هيبقى عندك مواهب اكتر للدوري الممتاز مع بعض اللعيبه اكيد هيبقى في عمليه الانتقال سهل على دلوقتي بنشوف اي نادي عنده بيواجه صعوبه كبيره جدا ان هو يلاقي لعيب مميز او ان هو يشتري لعيب مميز بنشوف ان انت بتتحرك مثلا على مستوى مصر في حوالي 100 لعيب ما بتطلعش عنهم مع كل الفرق صحيح. لكن مهم جدا يبقى عندك 200 لعيب و300 لعيب اعتقد ان دوري المحترفين هو هيساعد الدوري الممتاز بشكل كبير جدا في تطوره حتى بشكل كامل استفيد يعني ما اعرفش هو مجرد اسم انت بتقول انا دوري محترفين ولكن بدون فار بدون حكام دوليين بدون يعني انت تعلم اكتر مني يمكن بدون ملاعب حتى يعني معظم الانديه دي باستثناء انديه قليله جدا منها اللي عندها ملاعب ما هنا كابتن اسلام انت هتحتاج برضه ميزانيات كبيره جدا يعني تحتاج ميزانيات كبيره جدا ان فرق يبقى عندها استاد ان فرق يبقى عندها تكلفه المباراه هتبقى عبء على النادي بشكل كبير جدا دي حاجات الناس برضه ما تعلمهاش ان انت تكلفه المباراه حكام دوليين بيتحكم لك بتروح تلعب على استاد بتدفع في المباراه مبالغ كبيره جدا معسكرات ان انت بتروح قبل المباراه بيوم يعني لو هتروح تلعب في اسوان مثلا هتروح قبلها مثلا بقدر محتاج تروح طيران لو هتروح بري صحيح. الموضوع هيبقى صعب جدا فاعتقد ان هي ليها ميزانيات كبيره بشكل كبير هي هيواجه صعوبه للانديه لكن ممكن نيجي عليهم بعض الشيء في حته تطور الكره المصريه دي اكيد هتضيف لتطبيق دوري المحترفين طبعا اكيد هيضيف للكره المصريه بشكل كبير اتمنى ان كل سبل امكانيات الراحه للانديه او الدعم الكامل للانديه ده اللي هيفرق معاهم بشكل كبير جدا وده اللي هتساعدنا عليه وزاره الشباب والرياضه وهل ممكن نشوف ده في حكام يعني انا ما عنديش فار حتى الفار يعني انا في مباريات كاس مصر في اللي هي يعني في كاس مصر في معظم ادواره او لغايه دور ال 16 على ما اتذكر او 8 كمان يمكن قبل نهائي ونهائي فقط اللي فيهم الفار فما بالك بدوري الدرجه الثانيه فانا مش عارف الحقيقه اوكي اتمنى طبعا ان ده يحصل انا معاك على فكره في ان تطبيق الدوري المحترفين مهم جدا ولكن كيفيه تطبيقه كيفيه تطبيقه بتسلم هتحتاج ميزانيه كبيره هتحتاج ميزانيه بشكل كبير جدا وخصوصا انا بقول لحضرتك في انديه ما تستحملش ما انا بقولك عشان انت كنت يعني تجربه ما تستحملش انت ميزانيه المباراه بتخش لها في رقم يعني معسكر
وان انت اتوبيس وبتروح الفرقه، او لو هتروح مثلا بلد بعيده شويه ومحتاج ان انت هتقعد قبلها بيومين معسكر، فعبء الاوتيل اللي بيبقى عليك بشكل كبير جدا. زائد ان تحت يا كابتن اسلام عقود اللعيبه بقت عاليه، يعني عقود اللعيبه وصلت، في لعيبه في انديه بتدي مليون تحت ومليون و200، وبعض الانديه الثانيه هتلاقيها بتدي 200 300 الف، فهي برضو هتلاقي زي زد صعب بالشكل ده، ان انت عندك عقود كبيره جدا وميزانيات كبيره جدا هتقدر تساعدك. واللي متحكم دلوقتي يا كابتن اسلام الماديات، الماديات واللعيب دلوقتي لو في جنيه في اي حته ما اعلى اكيد هيروح النادي التاني، حته الانتماء خلاص بقت على جنب ما فيش الكلام ده، لكن اللعيب بيقدر يحسبها كويس. يعني اللعيبه دلوقتي عندها من الذكاء ان يقدر تحسبها كويس، انا هقعد موسمين في النادي دوت، انا اتعرض عليا كام، فحته الانتماء دلوقتي برضو مع اللعيبه ما بقتش موجوده قد مع المقابل المادي هيبقى كام. اخيرا برضو يا احمد، الفارق ما بين بيريرا وما بين كلاتنبرج مثلا في لجنه الحكام شايفه ازاي؟ شايف ان بيريرا اللي موجود حاليا بيقدر يعمل حاجه؟ كان كلاتنبرج الحقيقه على الاقل كان عامل حاله في الماتش، هو كان حاطط استراتيجيه يا كابتن، برافو عليك، يعني كان حاطط استراتيجيه مثلا، ده كان مهم جدا على اي حد، ده بشوف كان من نجاح الراجل كلاتنبرج، واعتقد ان الناس ما صبرتش عليه مهم جدا ان تشوف الرؤيه للراجل، لكن كتر التغيير ده هيسبب لك ازمات. الراجل بيجي يحط سيناريوهات، بيجي يحط، لان الراجل جاي في بعض الحكام مش الناس كلها مش هتتفق عليه، مهم جدا ان مجلس اداره اتحاد الكوره يبقى في ظهره، يبقى داعم ليه بشكل كبير، لكن كتر التغيير هو هيأثر على التحكيم في مصر. لكن انا بشوف ان كلاتنبرج كان حاطط استراتيجيه وشكل وتخطيط اللي فيما بعد، لكن ما خدش فرصته كامله. اتمنى التوفيق للراجل الموجود حاليا وكل الدعم ليه اكيد. يعني معلش برضو سؤال تاني، اتحاد كره القدم الموسم اللي جاي يعني كنا بنحسبها ما عندوش الا 150 يوم فقط للدوري العام، هل انت مع تغيير شكل ونظام الدوري ان هو يبقى مجموعتين مثلا، ان هو يبقى مجموعه، ان هو يبقى مجموعه واحده ولكن دور واحد؟ لا اعتقد الموضوع هيبقى صعب، صعب ان انت تغير في الفتره، يبقى هتخلص اخر تسعه بقى السنه الجايه. صعب جدا يا كابتن اسلام، ومهم جدا حته الانتظام، انتظام بالمواعيد، حتى انتظام بالمواعيد زي ما اتمنى كل سنه بنتكلم في كده، ان انت مهم جدا تحط ميعاد من اول موسم بينتهي امتى بالمؤجلات بتاعتك، بالاجنده بتاعت منتخب مصر. السنه الجايه انت هتنتهي خلاص كده، لو يعني دوري من دور واحد من اللي هو الدوري العادي اللي احنا بنلعبه ده دورين، انت هتنتهي اخر تسعه. ما هنا مش قبل كده، ما هتبقى صعبه جدا، هتبقى صعبه جدا. عندك شهر امم افريقيا في النص، ما هي هتواجه شهر، ما شهر امم افريقيا دي هتبقى برضو واخده من فتره قبلها قد ايه وبعدها قد ايه، وتصفيات كاس عالم ودوري ابطال افريقيا، والانديه اللي بتلعب دوري ابطال افريقيا هتوصل الاهلي والبيراميدز، هل هيوصلوا النهائي ولا لا؟ موال المشكله يا كابتن اسلام هنا برضو ان انت فترات الراحه بتبقى كبيره، يعني صحيح. فترات الراحه في المباريات حتى الرسميه كان دايما بنتكلم كده، حتى لو فرق مريحه بشكل كبير جدا، او سواء اللعيبه الدوليه مع منتخب مصر، الفرق بتريح بشكل كبير جدا فتره كبيره، دي بتسبب مشكله للعيبه، لان انت مهما هتلعب مباريات وديه مش تبقى زي المباريات الرسميه، مع حته ان انت الحمل البدني عند بعض المدربين ممكن اللعيب المصري ما يقدرش يستحملها شويه لو هيقعد شهر، فبتضطر تعمل فتره اعداد ثانيه او مباريات وديه، والمباريات الوديه ما بتبقاش زي الرسميه، مع العوده للمباريات الرسميه مش هتلاقي الليفل اللعيبه او مستوى اللعيبه زي ما بدا اول الموسم، فهنا ده بيأثر على اداء بعض اللعيبه. عموما خلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معايا، واتمنى لك يا رب كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. شكرا جزيلا حبيبي كابتن اسلام، ومن ضمن الوقت اللي بستمتع بيه مع حضرتك. خليك انا اللي بستمتع اكتر حبيبي كابتن، ربنا يخليك. بشكر طبعا زميلي العزيز وصديقي العزيز احمد عادل نجم النادي الاهلي السابق. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل عبد الحكيم ابو علم ومحمود شوقي في ضيافه البيت.